السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدربين وطننا احنا دايما بيبقوا مظلومين. اي رئيس نادي ونادي جماهيري الفريق بيخسر يقول لك الجماهير زعلانة، مش هيغير اللعيبة لان اللعيبة هتلعب الماتشات اللي جاي، يروح يغير المدرب يقول لك جيب مدرب جديد نهدي الجماهير. لكن لو مدرب اجنبي يقول لك مش هنقدر، هياخد بالطرر وهنديله عقاب، هي عقاب لنا في العقد، هندفع غرامة. إنما المدرب ابن البلد دايما مظبوط. عبد الحق بن شيخة يعني بصراحة أنا حسيت بيه، أولا عمل إنجاز تاريخي مع اتحاد الجزائر، خد الكونفدرالية وكسب النادي الأهلي في السوبر وهو بيلعب النادي الأهلي لسه من أسابيع قليلة. النادي الأهلي اللاعب الواحد سعره بكل لعيبة اتحاد الجزائر. بقولك الإنجاز اللي عمله المدير الفني، لعيبة شباب، نص الفريق اتباع بعد ما خدوا بطولة الكونفدرالية، نص الفريق احترف في الخارج والنص التاني متواجد، وجابوا ناس شباب وجابوا ناس جديدة، فالفرقة لسه بتتعمل. لكن الجماهير ما بيصبروش والناس ما بتصبرش، وللأسف ماشي الجمهور عايز الفريق يكسب، لكن الإدارة لازم تطلع وتحمي المدرب ده، يقول لهم ده راجل بطل لسه من أسبوعين خد الكونفدرالية. يا جماعة اللعيبة جديدة، في لعيبة جديدة وفي لعيبة صغيرة، لازم نقف مع المدرب ده. الكلام ليه تاني؟ إنما سهل يعمل، يقول لك رئيس النادي يقول لك لا يا عم قدم استقالته خلاص عشان الجمهور نهدي الجماهير. الموضوع مش كده. عبد الحق بن شيخة من أحسن المدربين اللي شفتها في السنين اللي فاتت دي. لو واحد احق بتدريب منتخب مصر او تونس او المغرب او الجزائر للفترات القادمه، الراجل ده راجل رائع. طب انت بتقول لي كده، انا شفته في نهائيات، انا حللت اتحاد الجزائر السنه اللي فاتت دور الثمانيه، وحللت قبل النهائي على فكره دور الثمانيه ماتشين، ماتش في الجزائر وماتش، وحللت قبل النهائي ماتشين، وحللت النهائي ماتشين. لا مدرب، زي ما اتفقت معاكم كتير في تحليلاتي، لما تتفرج على المباراة في فريق من أدائه يحسسك ان في مدرب على الخط محترم بره. اتحاد الجزائر كان بيحسسني ان في أدائه ان في مدير فني محترم، فأنا يعني زعلت اتغلب ماتش من فريق في نص الجدول في الدوري الجزائري بعد ما خد السوبر الافريقي من ايام وخد الكونفدراليه، اتغلب مباراه، اصبروا يا جدعان، والفريق بيقول لك مجهد ومش عارف، اتغلب ماتش تاني، الجمهور يطلع يشتمه. انا ما اعرفش كره القدم عندنا عامله ازاي. شكرا.